معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا محمد مشينش، مرحبا بك. اذا الرئيس محمود عباس اعلن وقف العمل في جميع الاتفاقات الموقعه مع الكيان الصهيوني. هل يتضمن هذا التصريح اتفاق اوسلو ام ان هذا الاتفاق له يعني مستبعد من هذا التصريح لما له من نتائج على الارض؟ اهلا وسهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لابد من ذكر أن هذا التصريح هو ليس جديدا، بل أنه هذا أظن يعني هذا رقمه 58 من المرات التي تم التصريح فيها بوقف العمل بالاتفاقيات مع الكيان الصهيوني. هذا من جانب. من جانب آخر، بلا شك أن الجميع أيد هذا القرار الذي اليوم أطلقه الرئيس محمود عباس باتجاه أن هذا قرار متأخر ويجب العمل به، ردا على ما يجري من اتفاقيات او ما يجري من شطب للحقوق الفلسطينيه سواء من اداره الكيان الصهيوني او من الاداره الامريكيه التي تؤيد هذا الكيان. بمعنى ان هذه القرارات هي المفروض ان تاتي وتطبق على الارض، ليس فقط ان يقال. ثم النقطه الاهم في ذلك كله انه لم يقل الغاء الاتفاقيات، هو قال وقف العمل بهذه الاتفاقيات، بمعنى ان هناك فرصه ل العودة للعمل بهذه الاتفاقيات. الأصل أن يكون هناك إلغاء لهذه الاتفاقيات وليس وقف العمل بهذه الاتفاقيات، خصوصا أن الكيان الصهيوني نفسه هو عمليا ألغى كل هذه الاتفاقيات ويسير بآليات واضح للجميع أنها تسير باتجاه شطب كامل الحقوق الفلسطينية سواء على مستوى القدس كعاصمة لفلسطين أو على مستوى اللاجئين وحق العودة أو حتى على مستوى الحقوق المدنية في فلسطين، والذي برز في إقرار مشروع القومية أحاديث القومية اليهودية في هذا الكيان. تصريح عباس الأخير هل يمكن ربطه بالخطة الأمريكية أو ما يسمى صفقة القرن؟ يعني الحقيقة أن موقف الرئيس محمود عباس هو كان رافضا لهذه الصفقة ورفض حضور ورشة المنامة، ولكن في نفس الوقت الإجراءات التي اتخذها لم تكن بالمستوى المطلوب، وهذا التصريح حقيقة كما ذكرت في البداية وجاء متأخر. كان بإمكانه من البداية أن يقوم بهذه الإجراءات، بل أن كل الشعب الفلسطيني معه في مثل هذه القرارات، والكل يريد وقف الاتفاقيات، مع إلغاء هذه الاتفاقيات عفوا، وعلى رأسها اتفاقية أوسلو الاستسلامية التي جاءت بكل هذه المصائب على أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى الحراك السياسي الفلسطيني وعلى النضال الفلسطيني. بلا شك أن هذه الاتفاقيات قد أضرت كثيرا بنضال شعبنا، ولا بد من وقف أو إلغاء عفوا هذه الاتفاقيات والشروع بمشروع وطني موحد يجمع عليه الكل الفلسطيني. نحن اليوم نقترب كثيرا من صياغة مشروع وطني فلسطيني، وعلى الرئيس محمود عباس أن يخطو هذه الخطوة، أن يلغي الاتفاقيات التي تعرقل صياغة مشروع وطني. سيد محمد، لنتحدث عن الإيقاف بحسب تصريح عباس، هل تعتقد أن السلطة ستوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال؟ هل يملك يعني عباس السلطة لوقف هذا التنسيق برأيك؟ والله يعني نحن نتمنى أن يكون ذلك وأن يتوقف التنسيق الأمني، لأن كل شعبنا الفلسطيني يطالب بطي هذه الصفحة والمهينة المقاومة. حقيقة غير مقبول أن يكون هناك تنسيق أمني مع العدو الصهيوني، ولا يمكن أن يقبل أي مناضل فلسطيني أن يكون هناك تنسيق بين أي فلسطيني وهذا الكيان الغاصب المحتل. حتى حركات المقاومة سيد محمد، حركات المقاومة ترفض ذلك رفضاً قاطعاً. نعم، يعني رحبت حركة المقاومة بهذا التصريح، إلى أي مدى يمكن أن يكون لهذا التصريح أثر في المصالحة الفلسطينية؟ يعني حقيقة المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس لا تستطيع إلا أن تؤيد مثل هذه المواقف وأن تدعم مواقف محمود عباس لأن يقف موقف صلب بضد هذا الكيان، وأن يخطو خطوات عملية كما ذكرت باتجاه صياغة مشروع وطني موحد بين السلطة بين حركة فتح وبين حماس وبين باقي الفصائل الفلسطينية، فالكل الفلسطيني واحد، ويجب أن يكون هناك نفس واحد ومشروع واحد يتفق عليه الجميع، وعلى رأسه مشروع المقاومة وإلغاء كل هذه الاتفاقيات التي لم تأتي إلى شعبنا الفلسطيني سوى بالذل
والهوان. نتمنى أن يكون الرئيس محمود عباس هذه المرة في موقفه صلبا، وأن تكون المرة الأخيرة التي يعلن فيها وقف هذه الاتفاقيات أو وقف التعامل بها. وأنا بصراحة أؤيد أي موقف سواء كان وقف أو إلغاء، يعني مبدئيا إذا كان هناك منه أن يكون هناك تنفيذ لأي شيء على الأرض يوقف هذه المهزلة ويوقف التنسيق الأمني، لأننا اليوم في أمس الحاجة كفلسطيني إلى وحدة الموقف للتصدي لصفقة القرن وما يحاك من مؤامرات تحكها الولايات المتحدة والصهيونية العالمية ضد شعبنا وضد آمال شعبنا. شكرا جزيلا لك من اسطنبول رئيس المؤتمر الفلسطيني تركيا محمد مشرش.